البنات، كيف نتوما؟ لاباس بخير؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير نتوما كتشوفوا هذا الفيديو. يوم ان شاء الله بعد ما حويكم معايا في قناه عالم ساره. اللي باقي ما اشتركش في القناه ديالي فعلوا الجرس وعملوا لايك وتابعوني باش يوصلكم كل ما هو جديد ان شاء الله. اليوم ان شاء الله نحضروا مقبله من الشيفلور سهله ولذيذه كتجي في جميع الاطباق المغربيه. كنتمنى تنال اعجابكم. تحضروا عطيتنا ان شاء الله على بركه الله. المقادير عندنا رصد الشيفلور يكون كبير، انا سلقته في الماء وبخره كيجي هو فحال فحال. عندي نص ليمونه مرقده حامضه مرقده، عندي الزيتون مقطع طيفات صغارين، عندي في التوابل مغرفه كبيره د الكيمون، مغرفه صغيره د الملاح، مغرفه كبيره د التحميره، راس معلقه د الابزار، الزيت حسب الكميه اللي غادي نعمل، عندي قزبر ومعدنوس، عندي 4 فصوص د الثوم مهروسين، وعندي الهريسه حاره بركه. هاد الكميه غنعملو الربع، ثومه مهروسه، غنعملو التوابل فلفل وكيبون والابزار والملح، نعملو هادشي في قبوطة يتشحر مزيان. خليكم معنا. حرت معنا غتجي على هاد الشكل هدا. أنا نسيت مدرتش في مكونات جوج مغارف د الخل، نتوما لي عندكم الحامض عملوه، واحد ها جوج لي كيعجبك الحموطة يزيد. صافي هنا غادي نجيب الشيفلور نخويه وهادشي كقبوطة يتشحر مزيان، ونرجعو معاكم نضيفو باقي المكونات. حاولوا تكون البوطة عالية نتوما كتشحروا هاد الشيفلور باش ميطلق كلشي الما، هو بالأساس كيطلق الما. صافي تكون البوطة مجهدة باش كيتشحر مزيان. ونرجعو معاكم بعد ما شحرناها وتخفي عليك التوابل التام والربيع والعطريه كامل اللي ذكرتها معكم. نزيدو لها الهريسه، الهريسه على حسب الذوق، بغيتو كترو كترو اللي كتعجبو حاره، الحمضه مصيره يعني هي الليمونه مرقده، والزيتون مقطع صغير. نضيفو حتى هو. هاد المقبله كتجي غزاله، كترافق جميع الاطباق اللي عملتو. خلطو مزيان ونرجعو معاكم ان شاء الله في الطبق النهائي. هذه هي النتيجه الاخيره، مقبله الشيفلور اللي حضرت معكم. كنتمنى تنال اعجابكم وتجربوها. مع ان احنا داخلين على جو حراره الصيف، كنتمنى تجربوا هذه الاكله خفيفه كتوالم جميع الاطباق المغربيه. ما تنساونيش باللايك وتفعلوا الجرس باش تشاركوا كل ما هو جديد. نتلقى مع فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله معايا. السلام عليكم ورحمة الله.